كافيين معكم عالم صباح وضيوفنا صاروا حاضرين معنا بالاستوديو. بدنا نرحب بضيفتنا ساندرا اخلاط عبد النور. اهلا وسهلا فيكي. وحضرتك مؤسسه جمعيه بصمه وكمان معنا رولا كرم لحود، وشاركت بنشاطات او ورشات العمل وتخرجت من البرنامج التدريبي المكثف يلي رح نحكي عنه هلا اكثر مطولا كمان مع ساندرا. البداية اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. بدنا نحكي قبل ما نفوت بالتفاصيل وعن ورش العمل، نعرف اكثر عن جمعيه بصمه، قد ايه صار لها موجوده وانطلقت وشو اهدافها بالتحديد؟ اكيد بصمه جمعيه خيريه تاسست بال 2002، هدفها توقف حد العائلات المحتاجه وتدعمهم وتامن لهم كل حاجاتهم الاساسيه واستمراريه ومتابعه شخصيه من خلال 5 برامج. عندنا البرنامج الغذائي، الطبي، التربوي، ترميم وتجهيز البيوت، واخيرا وليس اخيرا برنامج التدريبات المهنيه ومكتب التوظيف، لانه منآمن انه وقت بنعطي العائلات المحتاجه اداه ليغيروا حياتهم بيصيروا قادرين يوقفوا على اجريهم ويكملوا في حياتهم لوحدهم. طبيعي اكيد في عائلات جدا محتاجه، يمكن كل عائله بطريقه معينه يعني صح. او عندها حاجه معينه، بس كيف عم تقدروا تتواصلوا مع العائلات، تقدروا توصلوا لهم تعرفوا عنهم، وهن كمان اذا حابين يتواصلوا معكم كيف؟ نحن عندنا طريقة استقطاب كتير محترفة، نحن عندنا فريق اختصاصيات اجتماعيات وبننزل على الأرض ونعمل استقطاب للعائلات، عندنا معايير بنقدر ننقي العائلات الأكثر حاجة بالمجتمع، وكل عائلة يعني بين 5 البرامج نحن عم نقدر نغطي كل حاجاتهم. سو بيقولوا يعني نحن إنه ما تعطوا السمكة علمون يتصيدوا السمك، نحن ببصمة بنعمل الاثنين، بنعطيهم السمك. دائما يتكلوا على الخارجي صح، حاولوا قد ما فيهم هن كمان يتكلوا على حالهم بمساعده من الخارج. مزبوط، يعني الهدف الاساسي لبصمه انه نقدر نوصلهم للاستقلاليه الماديه المعنويه والنفسيه. نعم. ويقدروا يتكلوا على حالهم تنحنا نقدر نساعد عائلات اخرى. بس هيك بلشتوا من الاول ساندرا، يعني من 14 سنه كنا عم نحكي انه اسم الله انطلقتوا بجمعيه بصمه، بس انه دائما يمكن بتطور مستمر صح. أكيد يعني أوقات عم تشوفوا شو الحاجة اللي هي عند العائلات وعلى حسبها عم 100%. مشان هيك نحن عملنا هذا التدريب المهني، لاحظنا انه بعد 14 سنه اول شيء انه العائله هي اساس المجتمع. أكيد. والمراه هي اساس العائله، ومعظم العيال يلي عم نساعدهم ببصمه هن نساء عم تكافح لوحدها تتامن لقمه العيش لاولادها وتعيشهم بكرامه. من هون اجت فكره انه تمكين المراه، وقت عم نمكن المراه عم نمكن العائله باكملها، وهيك عم نكون عم نمكن المجتمع كمان. صحيح. مشان هيك هيدا الحاجه اجت من الارض من العيال، وعم نشوف قد ايه اهميه تقدر تمكن المراه تقدر توقف حد عائلتها بطريقه فعاله وعلى المدى الطويل. اكيد، ومن هيك كمان هي بصمه صح. اكيد. اوكي. خليني قبل ما كنا مع رولا بس اعرف شو هي الورش العمل اللي قدمتوها بالجمعيه لحتى اعرف كمان من رولا كيف كانت هالتجربه وقد ايه اضافت كمان لإلك. هن دورات تدريبيه مكثفه. نعم. نحن عم نشتغل على الشقين المعنوي والنفسي تطوير المهارات، لانه لاحظنا شغله انه بهال 14 سنه ما فينا نلاقي وظيفه لشخص اذا كان معنويا او نفسيا عنده مشاكل، ان كان كآبه او احباط او غير مشاكل نفسيه. بس هو وقتها كمان بتعطيه شيء مهنه يمسكها او يحترفها او تضوي على الكوتي او الجانب يلي هو بيتميز فيه، بمطرح كمان بتحسي انه خففت من هذا الانزعاج او صح. من هذا الشعور 100% ديبرسيون، بصير عم بيرتاح وعم بيرجع ينبسط ويرجع يعيش، بكفي الانتاج والبرودكتيفيتي. مزبوط. بقى نحن النساء، في كثير نساء بالمجتمع ما صحت لهم الفرصه يفوتوا على الجامعه او يتعلموا ابسط المهارات تيقدروا يحصلوا على وظيفه ويدخلوا سوق العمل. صح. من هون نحن عم نتوجه صوب النساء اللي عمرهم بين 17 و37 سنه، ونقدر
نطور لهم مهاراتهم، أول شيء ندربهم على التفكير الإيجابي، نقدر يطلعوا يعني يحسوا هن وين محلهم بالمجتمع، وين مكانهم بالعمل، شو دور وأهمية العمل بحياتهم، أهميتهم هن كمان كفرد بالمجتمع كمرة، وكمان عم نطور مهاراتهم على صعيد التواصل المهني، على صعيد العمليات الحسابية، على صعيد التنظيم الإداري وغيره وغيره. حتى فتنا بتفاصيل الكارد الصغير اللي هو المايكرو كريدت للنساء اللي بحاجة لهالموضوع. بدي أقول شغلة، أنه نحن عنا هنا أول مجموعة، يعني عنا أربع مجموعات، كل مجموعة 3 أشهر، المكثف على شهر نعمل الدورات، وبنرجع بعد شهرين بالمكتب التوظيف ببصمة بنلاقي لهم عمل، وبنعمل منتدى للتوظيف وبنقدر نلاقي لهم شغل. بنرجع المجموعة الثانية. لكن كيف هي مقسمة؟ يعني كل شهرين، كل 3 أشهر عندنا مجموعة 25 مرة، يعني عندنا على خلال السنة 100 مرة، يعني عم نساعد 100 عائلة. واو. صح. واو. بس انه عم نكون مركز، لانه ما فينا ندرب 100 مرة بذات الوقت. أكيد. عم نكون عم نركز. صح. اوكي. رولا، ايمتى كنت موجودة بتدري، ايمتى شاركتي يعني بهالورش العمل؟ بلشنا بالكانون الثاني. نعم. و يعني شو حسيتي، شو تعلمتي، شو اللي اضاف لك هذا الموضوع؟ يمكن بتصور انه بطريقه او باخرى كمان غيرت لك حياتك. اي اكيد، الدوره كثير مفيده، بتعطيكي معنويات قويه، بيعلموك اشياء كثير مهمه، لانه عم بيجيبوا لنا اختصاصيات يعني شاغلين بدومين السوق بعدة مجالات. اي متى شاركتي؟ خلينا نعرف اكثر. نحن بلشنا بكانون الثاني. بكانون الثاني، ومفروض هلا تقريبا خلصته. ايه خلصنا. وشو اكثر شيء يمكن انت حسيت؟ عم شوف صور، عفوا، بس عم شوف صور هولي من الورش العمل. صح، هيدي اول مجموعه وقت حصلوا على شهاده. نعم. بدي اقول شغله كثير مهمه، من ال 25 مش كلهم بيبقوا للاخر، اللي بيبقوا بيبقى تقريبا 15، هن اللي بيثبتوا عن يعني ببينوا عن جديه ومثابره، وهن ايمانهم بحالهم، ايمانهم بحالهم وحابين يطوروا حالهم يطوروا عائلتهم. ومشان هيك نحن يعني نتامل انه كل الشركات اللي عم تحضرنا اليوم تقدر تكون معنا بمكتب التوظيف، ونقدر كلهم نقدر نساعدهم يقوموا بواجبتهم تجاه عائلتهم. اكيد. رولا، كيف عرفت بالجمعيه؟ انا عرفت فيها من بلديه الشياح، عطيون اسمي ودقوا لي، وانا بحاجه كنت اني اشتغل، بتعرفي الوضع الاقتصادي، يعني المره بقاش فيها تقعد بالبيت بدها تساعد، طبيعي ما فيش مجال يعني. وعلى الاساس هيدا بلشت معهم بالدوره، وكانت دوره كثير حلوه، وكثير استفدنا منها بكل شيء، ان كان معنويات، ان كان بيعطوكي ثقه بنفسك، باول وحده تحس حالها انه هي شيء بالمجتمع، قادره تعطي، قادره تعطي، مش انا مثلا بس مره بالبيت، انا في اقدر اكون فعاله. طب حسيتي في شيء محل قدرتي تطبقي هالقصص اللي تعلمتيها؟ حطيت هلا موعدين بعمل ان شاء الله، على اساسه ان شاء الله. يعني بتنصحي كمان السيدات يلي هن بحاجه لهيدا الشيء او كمان يتعلموا؟ ايه انا بنصحهم كلهم، يعني تجربه كثير حلوه، يعني اذا ما استفادتش منها بالعمل تستفيد منها بالبيت، بحياتها الاجتماعيه مع بين العالم. يعني وابتسامتك كمان بتعكس جمعيه بصمه. كل المدربات هن نساء working moms، يعني امهات عاملات، وبيعلمون كيف ينظموا بين عائلتهم واولادهم وبين شغلهم، لان هن ما عندهم خبره بهالموضوع، ومثل ما قالت هن اختصاصيات بالحقل بالحقل الخاص يعني. وهن كلهم هلا بدهم اياهم، يعني تعرفوا عليهم، حبوهم كثير، يعني مبدئيا حابين يشغلون. ان كان في شخص معنا عنده مطاعم، سلسله مطاعم رح تاخذ مجموعه من النساء، في عندنا من المصارف، عندنا من الفنادق، كل هالنساء اللي اجوا عطوا من وقتهم ومن خبرتهم، هن كمان رح يكونوا
من الأشخاص اللي عم بيقدروا يستقطبوا هالنساء. أكيد ساندرا خدتوا كمان جائزة جمعية بسمة قدرت تحصل على جائزة، خبرينا عنها. صح، طلعنا بإطار عملنا مع النساء والعائلات المحتاجة. ربحنا جائزة Best Idealistic NGO 2015 بفئة تمكين المرأة، نظمتها Quality Systems International Paris برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية والبلديات، منظمة الـ يعني UNDP ومؤسسة محمد الشعيب الخيرية. هن كلهم يعني كان فخر لنا نربح هالجائزة، بالأخص أنه نحن صرنا 14 سنة عم نواكب هالنساء وعيالهم. يعني ألف مبروك، أكيد تستاهلوا. أنا هون يعني عندي سؤال، يعني كيف شو بيتضمن برنامج التأهيل للأسر؟ خدمات مثل المساعدات الغذائية، ألبسة، بس أنه لاحظت أنه عندكم دعم دفع للرسوم المدرسية ورسوم الكتب صح، يعني مش بس عم تعانوا السيدات والنساء أنهم يتكلوا على حالهم يكون عندهم وظيفة تساعدهم. نحن منواكب العائلة على كل الأصعدة ومنتبعها على المدى الطويل. عندنا خطة عمل بتشمل الأهداف على المدى القصير، المدى المتوسط والمدى الطويل، وبنشتغل على العائلة تقدر توقف على إجريها. مشان هيك المساعدة بتكون شاملة، يعني ما فينا نساعد بس بالمدارس، لأنه إذا بس تساعد بالمدارس وهن جوعانين وما معهم ياكلوا ومنهم قادرين يدفعوا أجار البيت. بتعرفي إنه الأوضاع الاقتصادية كثير صعبة، الحد الأدنى 450 دولار هو ما حتى ما بكفي لاجار البيت الشهري بعد ما اكلوا دفعوا الاسطات المدرسه والطبابه. وعندنا كمان وهلا نسبه البطاله عم بتزيد مع المشاكل والحروب المجاوره، سو نحن اكيد دورنا نواكب العائله على كل الاصعده قبل ما تقدر تلاقي عمل وتقدر تقوم بحالها. بدك تسنديها يعني، لانه يا ما في عيال بحطوهم برات البيت بيكونوا ما عم بيدفعوا الاجار. مزبوط. يا ما في عيال. مزبوط 100%. بدي قبل ما نختم لانه خلصنا الوقت، كيف اكيد بتتابعوا السيدات من بعد ما بيخلصوا أكيد. من ورشات العمل، بس بدي اقول للناس اللي عابلهم يتواصلوا معكم باي طريقه فيهم؟ فيهم يتواصلوا يتصلوا فينا على مكتب الجمعيه ببدارو، نحن 01-393-0777. في عندنا كمان الويب سايت www.basma.org. وعندنا الفيسبوك بيج بسما BASMA. كل نشاطاتنا وكل ارقامنا وكل نحن اكيد العائلات فيهم يتصلوا فينا والشركات فيهم يتصلوا فينا اكيد. ثانك يو سو ماتش، يعطيكم العافيه. مش لكم ما نكون في الجهود اللي عم تقوموا فيها لمساعده كل النساء وغيرهم كمان. يعطيك العافيه رولا وجود لك. رح نتوقف مع بريك ومن بعدها بنكون مع ورشه ملاح، وكمان بينضم لنا عامر بأينو.